أهلا وسهلا. حقيقة أن يعني أساسا الجزائر لها مواقف إيجابية، وهي يعني تعتبر من الدول العربية القليلة التي لديها موقف متقدم وإيجابي. نعم. ونحن في الإطار العام نمد يد العون والتعاون، ومستعدين للتعاون مع أي دولة عربية. وأعلنها السيد عبد الملك سابقا بأن حتى الأنظمة في المنطقة التي لا تجرؤ على استخدام سلاحها ضد الإسرائيلي نحن مستعدون لتفعيل هذا السلاح، نحن مستعدون لاستخدام هذا السلاح، لأنه أحيانا يوجد السلاح ولكن لا يوجد الجرأة على استخدام السلاح. فتصريح الرئيس الجزائري هو مهم يعني، ورسالة مهمة جدا في هذا التوقيت، وبالرغم أنه فعلا لم يقل بأنه سيذهب للقتال، ولكن قال لتدخل إنساني ولكن بالجيش، ومع ذلك يظل أنه موقف أفضل من المواقف الباقية، أو أفضل من بقية المواقف، ولا مقارنة بينه وبين تلك المواقف المطبعة والخائنة. ثم أيضا أن بعد هذا التصريح عندما يقال في حملة انتخابية، هذا دلالة واضحة بأن مزاج الشعب الجزائري يعني هو مع هذا التوجه، ومع أن يذهب الجيش إلى فلسطين. وهذا لا يعبر عن فقط الجزائر، الشعب الجزائري، وإن كان هو من أكثر الشعوب أصالة ويعني تمسكا بالقضية الفلسطينية، ولكن هذا أيضا هو مزاج الشعوب العربية والإسلامية. لو ترشح أي رئيس أو ملك في أي دولة من الدول العربية وكان برنامجه الانتخابي بأنه سينصر الشعب الفلسطيني، فإنه سيفوز بأغلبية كاسحة، هذا واضح نعم تماما. فيعني على كل الأحوال نحن بالنسبة لنا خصوصا الجزائر ننظر لها بإعزاز وبإكبار، ولشعبها ولقيادتها، مواقفهم في مجلس الأمن، مواقفهم في بياناتهم وإدانتهم سواء للعدوان على غزة من بدايته ومن يواكبون التطورات، كذلك العدوان على اليمن أدانوه بشكل واضح وصريح. مواقفهم في مجلس الأمن كانت واضحة وإيجابية في كل هذه المحطات الهامة، وهذا ليس غريبا عليهم، ونحن نمد يد العون إذا ما أرادوا ذلك. وإن كان يعني نحن بعيدين جغرافيا، و يعني نفعل ما نعم، نستطيع أن نفعله، الفكرة عن ولكن التنسيق، أي الفكرة شكل التنسيق وزيادة كل الأطراف التي تلوح باستخدام القوة. لا ترى سيد نصر الدين أنه مع انهيار المسار السلمي تقريبا، المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي أصبح من الواجب أن يبادر الجميع بتوضيح موقفه في دعم غزة؟ صحيح، نحن أمام محطة جديدة، لأن البعض تحدث أنه يدعم الحوار، يدعم المسار يعني التفاوضي. الآن أمام فشل الانفصال التفاوضي، ينبغي أن تحدد المواقف وأين تذهب. وأنا أقول أن الأول والأولى بتحديد الموقف للأمانة، لأننا أخرجنا المتخاذلين والمتآمرين والمطبعين من القائمة، لكن الدول الوسيطة والتي عاشت التفاصيل وترى ونرى جميعا بأن نعم كيان العدو الإسرائيلي غير جاد أبدا في أي حل سياسي وسلمي. الأمريكي يسمي نفسه وسيطا، ولكنه يتحدث بدعمه الواضح للإسرائيليين، على الوسطاء الذين العرب أن يتحدثوا بلغة توازي حديث الأمريكي نعم وتوضح الحقائق وتستنهض الشعوب لكي توجد بدائل. يعني يجب أن لا يكونوا بالمفهوم المحايد وكأنهم لا علاقة لهم، هذه دول عربية وإسلامية في الأساس يعني، نعم وهؤلاء هم جزء من هذه القضية، يعني ليسوا طرفا محايدا، ويجب أن لا يكونوا محايدين، وخاصة عندما يكون هؤلاء الوسطاء هم الأكثر يعني، أو من الدول التي لها علاقة بحماس، وكأنها تصبح الوساطة تحييد لدول مفترض أن تكون داعمة لحماس، نعم وخاصة قطر يعني. فتحييد من خلال الوساطة لهذه الدول هذا أمر سلبي وليس إيجابي. نعم أما بقية الدول، بقية الكذا يعني الدول في المنطقة يجب أن تكون لها موقف. أما بالنسبة لجبهات الإسناد ومحور المقاومة فهو أرفع من أن يصدر البيانات والإدانات وإن كانت مطلوبة من الجميع، ولكنه يجب أن يكون هناك خيارات تدرس مع الشعب الفلسطيني، مع المقاومة الفلسطينية نعم بالتحديد، وتدرسها أطراف المقاومة، حتى ليس فقط مسألة الرد الذي هو حتمي وآت لا محالة، لكن باستراتيجية عامة، ما هي الخيارات البديلة الآن؟ ما هي أدوات الضغط؟ ما هي نقاط التصعيد؟ ما هي نعم كل طرف في محور المقاومة يحدد قائمة بما يستطيع أن يفعله حاليا لكسر حالة الجمود والانتقال إلى مرحلة جديدة تكسر نعم الغطرسة الإسرائيلية نعم وتهين الصرف الأمريكي الداعم لها.